مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، تلقي اتصال من عند الأخت فدوى. الأخت فدوى أول ظهور لها عدد كبير من المغاربة. تبعوا هذه الفاجعة اللي غنتكلم عليها. قصة فاجعة سنة، قصة لا تنسى. 6 ديال الناس، عائلة واحدة اللي تحرقت بهم الدار. كيفاش ماتوا؟ شنو اللي وقع من بعد الأبحاث؟ والدور ديال رجال الأمن مشكورين في الموضوع. تم الاعتقال ديال واحد من العائلة كان في إسبانيا. مشاهدينا الكرام، معايا فدوى. فدوى هي اللي فقدت الأم والأب والأخ ديالها ومرت خوها ورضيعة. جديد في الموضوع، الملف في الجلسات، غادي نشوفوا القصة من الأول. أخت فدوى، واش غادي نقول لك؟ غادي نقول لك الله يرزقكم الصبر مرة أخرى. الفاجعة اللي ألمت المغاربة بشكل كبير، عاودي لي من الأول فدوى على القصة. السلام عليكم. أنا فدوى، فدوى بنت رشيدة وبنت حمد. هادو الناس اللي ماتوا في قلب الدار ديالهم، مقتولين محروقين، مع خويا الله يرحمه ومراته ودري ديال 5 سنين ودري ديال 40 يوم. يعني مجموع كامل 6. 6 ديال الناس اللي ماتوا مقتولين مشوهين وعاد محروقين، يعني تعرضوا لبزاف ديال الطعنات وهذا وعاد باش تحرقوا. هاد الفاجعة كانوا عارفوها المغرب كامل، وكان ضامن معنا المغرب كامل صراحة. الأمن دار الخدمة ديالو، في الاخر كنكتشفوا، بقينا كنقلبوا شكون 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 شكون. الامن عيط علينا، دار التحقيق معنا، لانه من حقه يشك في كل شيء. حنا كاولادهم وعائله، خالتي خالي، كل شيء، المهم كل شيء داز في لونكيت، الجيران كل شيء داز. واحد النهار وحنا تنتسناو النتيجه، طبعا كنتسناو شكون اللي دار هذا الشيء في عائلتنا، لان راه ماشي سهله، ما بين ليله ونهار كنخسروا كل شيء. ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي 6 ديال الناس اللي كنخسرهم دار على كامله، خوات. كنتفاجئوا، تيقولنا اتصلوا بيا، اللي راه صيفطنا لك واحد الفيديو شوفيه. ملي كنحل داك الفيديو كنلقى العم ديالي معتقل، معتقلينه في اسبانيا. علاش؟ حيت هو متهم بانه هو اللي دار هادشي كاع كامل. في الاول انا ما يعني ما بغاش تدخل ليا لدماغي، ما جاتني صعيبه بزاف باش انا ندخل ليا ايماجينيها، بان راه انا عمي قتل ليا با وامي وخويا ومرات خويا وولاد خوتي بجوج. جاتني صراحه بحال صدمه. مشينا التحقنا بالامن، قال لك داكشي اللي كاين واكبوه الامن من هنا. بقاو مواكبينو تما في اسبانيا، بقاو متبعينو حتى كان دخلوه لهنا للمغرب. دابا حنا كنحضروا مع الجلسات في المحكمه، كنحضروش مع على اساس انه عمي، لا، على اساس انه قتل لي با وامي وخويا ومرات خويا وولد خويا وولد اختي. هنا اختي فدوى، بحكم انه دخلتوا للجلسات، سمعتوا النقاش وسمعتوا، شنو هو الدليل اللي كتشوفيه انت ورط هاد العم ديالك انه ولي دار هاد الفاجعة، وعلاش دارها؟ شنو الحسابات اللي عندهم على العائلة؟ انا في الاول كنت كنقول، حتى في الخدمة ديالي كانوا تيقولوا لي زعما راه، حيت هما كانوا تيقولوا كلمات راه الورث ما الورث ما الورث، كنت كنقول لهم انا يعني زعما ماشي شي حاجة، يعني واحد الارض بقات داخلين فيها عمامي كاملين، ما غتخليش نوصلوا لهادشي كاع كامل. ولكن ملي لقينا ان الجلسة كاينة وحضرنا الجلسة الاولى ودرنا المحامي ديالنا وجبت الدوسي، تلقى بان المكالمه اللي كيقولها نفس هذاك الشيء اللي وقع. يعني هنا صافي، ما بقاش عندي انا شي شك. شرحي لي دابا المكالمه، وهاد المكالمه فين هي ومن طاطات وكيفاش وشنو فيها؟ هاد المكالمه كان ما بين هاد السيد اللي هو معتقل دابا، لان صعيب بزاف مور هادشي كله نقول له عمي، صعيبه بزاف. هو اللي معتقل دابا، وما بين ولد خوه، هو ولد خوه تيهضروا، وهذا هو اللي كان الهضره ديالو. خوه ماشي خوكم نتوما، يعني نتوما شحال د العمام عندكم؟ حنا كانوا بقاو عندنا 3،
اللي مشدود واللي معنا في قنيطرة، والاخر حتى هو اللي كان في قنيطرة اللي مات من مور هاد الفاجعة هادي، حتى هو طلع ليه السكر ومات. انا في الاول ما عرفتش علاش طلع ليه السكر ومات، ولكن ملي قريت المكالمة عرفت علاش طلع ليه السكر ومات، لان تيقول له انا خاصك غير تعطيني الاوكي وانا غادي نقوم بالعملية. انا كنتسنى السي محمد غير يعطيني الاوكي وانا غادي نهنيه منهم. والمكالمة كانت فيها التفاصيل ديال الجريمة كاملة. انا غادي ندخل ليهم وهما ناعسين في الفراش، وهما في الفراش غادي ندخل لهم وغادي نقتلهم، وما غادي يسيق لهم حتى شي واحد الخبر، وما غنخليش دمهم يوصل الارض. غادي نشربو ما غنخليش دمهم يوصل الارض. وانا عمك هذا واجرك على الله، انا خصو غير خويا خاف عليا من الحبس، خصو يعطيني غير الاوكي وانا غادي نقوم. هذه هي المكالمه اللي كانت. دابا قلنا في العمام ثلاثه قلنا واحد معتقل، هذاك المعتقل هو اللي كيقول هادشي، هو اللي كيقول هاد المعتقل، هو اللي كيقول هاد الكلام هاد الهضره. لمن كيقولوا دابا؟ لمن كيقولوا؟ لعمك الثاني. كيقولوا الولد عمي الثاني هذا اللي مات. وهذاك الثالث فين هو؟ الثالث كيحضر معنا الجلسات دابا حاليا، حتى هو كيطلبوا وكيحضر معنا الجلسات. وفي نظرك انت بحكم هادشي اللي شفتي، داك الثالث بعيد على هادشي؟ الثالث بعيد على هادشي، لان انا قريت المحضر ديالو وهو كيطلبوه في المحكمة، كيحضر ما كيتغيبش نهائيا. وهو قال لنا ودي الا احتاجيتو اي حاجة غير صونيو عليا، انا راه في بلاصة الاب ديالكم غنبقى في بلاصتو. هاد المكالمة اختي في دوا، المدة بينه وبين الواقعة شحال داز قبل باش هاد المكالمة خرجت؟ المكالمة كانت في 2020 والواقعة وقعت في 2021، هادشي اللي مكتوب في الدوسي. انا بغيت حقي، حقي في بابا وحقي في ماما وحقي في خويا وحقي في مرات خويا وحقي في ولد خويا اللي عنده شهرين وفي حقي في ولد اختي اللي عنده 5 سنين. ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير حقهم. انا ما ديكلاريت به، ما حتى شكيت فيه، ما جانيش حتى في دماغي، حيت انا براسي تصدمت. امن دار الخدمه ديالو قال هاد السيد ها شنو جابوه حقه معاه وطلعونا للمحكمة معاه، وهما اللي عارفين. انا اللي كنعرف ان الامن دار خدمته وجابو. انا ما ديكلاريت به، ما قلت هو اللي دارها. ملي قريت الدوسي صافي تيقنت، لان ما يمكنش تكون بهاد الصفة كاملة. ما كاينش شي جريمة كتدار بصفة كاملة. هو قال بانني انا غادي نقتل، انا غادي نهنيه من احمد ومراته اللي هو بابا وماما، وحميد ومراته، هكا تقال غنهنيه منهم. من بعد مني تم الاعتقال ديالو وداس في النيابه العامه وعند السيد قاضي التحقيق مده، وثم الجلسات، كل شيء كيسول على هذا الاوديو هذا، شنو الجواب ديالو؟ باش كيجاوب وشنو كيقول؟ هو ملي واجهو قال لهم انا غير كنت سكران، انا كنت سكران. قاضي التحقيق دار الخبره الصوتيه ديالو وقال لهم بان السيد كان في طور السكر ماشي سكران، كان بادي الشراب. هادشي اللي كاين. هو كيقول انا غير كنت سكران باش قلت هاد الهضره. وهاد الجريمه هادي هو في الوقت اللي وقعت ما كانش في المغرب؟ هو ما كانش في المغرب، كان في اسبانيا. وهو اتصل بالاخت ديالي اتصل بيها وقال لها انا راه بغيت نجي، وما كانت ديك ساعات كورونا، كان لقى بانه خصو يقطع حتى الجمعه اللي من موراها، يعني هادشي اللي قالت لي انا اختي، حيت انا ما هضرتش معاه هو هضر مع اختي. توقيت هادشي واش قبل من الواقعه ولا موراها؟ من مور الواقعه. من مور الواقعه ما جاش. المده اللي كان فيها هو في المغرب قبل من وقوع الواقعه، بناء على المعطيات والابحاث اللي دارت الضابطه القضائيه، كان فات لي بيريود هذه في 2020 دخل المغرب وخرج. وهو في التحقيق تيقولها، قال انا دخلت وجا عندي خويا وهادي. انا بابا كان عنده مشكل مع خوه الكبير لانه كان تيسد له الدار اللي هي ديال بابا الله يرحمه،
وهو بابا كيمشي يحلها والاخر كيسدها. هذا هو المشكل اللي كان خلى بابا يمشي للبلقصيري. فيما يخص التقرير ديال الطب الشرعي حول الناس اللي ماتوا، يعني ما كاينش الحريق بوحدو، كاين القتل كاين الطعن، شنو كاين في التقرير المعلومات اللي عندكم؟ المعلومات اللي عندي انا ما كاينش الحريق بوحديته، كاين القتل، كاينه ماما مضروبه على مستوى الراس ديالها، وكاين بابا مضروب ضربة على جهه القلب ديالو، وولد اختي اللي عنده 5 سنين حتى هو، وعاد تجمعوا وعاد تحرقوا. خويا كان في الفوق هو ومراه ديالو، حتى هما متعرضين لبزاف ديال الطعنات. خويا بقى شاد في راسو مسكين حتى الاخر، ولكن الضربه اللي كانت فيه انا ما عرفتش، ربي اللي عطاه القوه باش بقى حتى هو الاخراني، عاد باش مات في لومبيلونس في الطريق ديالو. يعني كانت طعنات كان ضرب عاد باش كان قتل، وخويا مات بالذبح، يعني من مور الضرب كان مذبوح. اختي فدويله حللت انا وياك هذا الكلام اللي قلتي لي، وهذا العم طب خلي الاوديو ما كاينش هو في المغرب، وهذا انا ملي كنقولوا 6 ديال الناس في نظر كيفاش غدوز هذه الجريمه، غيقدر يديرها واحد هو العم هذا اللي هو دابا معني في هذا الاوديو، ما كاينش المعلومات اللي عندك. لا هي الجريمه ما دارهاش واحد، ما دارهاش واحد، لان انا خويا البنيه الجسمانيه ديالو ما غاديش يقدر عليه واحد ولا حتى جوج، وغاد سيرتو هو كان داخل باش ينعس، يعني ما عنده حتى شي حاجه في يده، كان داخل غير باش ينعس. جريمه ما فيهاش واحد كما قالوا الامن براسهم، ما فيهاش واحد ولا جوج ولا حتى ثلاثه، لان انا على حد التحليل ديالي كنقول بان كانوا شي خدام لتحت وشي خدام الفوق، يعني ما عرفتش انا جو اللي كينفذوا هادشي، جاو ناس اللي كينفذوا هادشي، لان ولو نقول انا عمي هو اللي دار، عمي بوحدو ما ينفذش، ما يديرهاش بوحديتو، ما غاديش يقدر عليها بوحدو، لا البنيه الجسمانيه ديالو لا اللاج ديالو يخولوه بانه باش غيدير هاد الجريمه كلها بوحديتو، غيقتل 6 ديال الناس بوحدو، كل واحد ماشي غير ضربتو قتلتو، وماشي كانوا مخدرين يعني ناعسين، هما كانوا واعيين بداكشي اللي كانوا كيعانيوه هما كيعيشوه. من غير هاد الاوديو كاين شي مكالمات، كاين شي ادله اخرى، ولا هذا هو اللي كاين؟ انا اللي كنعرف انه الاوديو اللي كاين، الا كانت شي حاجه اخرى عند الامن هما كيعرفوا احسن مني. انا نتكلموا على المهم، والارجل الامن داروا المهمه ديالو، حنا في اطار جلسه، الجلسه فيها المحاضر فيها وكاين المناقشه ديال الهيئه، يعني المعلومات اللي عندكم الان في الجلسه واش كاينه شي امور اخرى؟ كنت الدفاع ديالكم اللي طالعوا الملف، حنا باقي ما عندناش معلومات، علاش؟ لان بقى الجلسات غير تيتاجلوا، باقي ما درناش نقاش، يعني وكان الدفاع ديالو وكان الدفاع ديالنا وهضروا وحتى هو عطاو حق الكلمه، باقا ما كايناش، حيت حنا غير تنتاجلوا دابا. فيما الجلسه اللي كنحضروا فيها كنتاجلوا ميم با شهر، وهذه الجلسه الاخرى تاجلنا كان جور 15 يوم ولا هي اللي تاجلناها، يعني باقي ما درسناش باش غنشوفوا واش كاين شي معطيات اخرى ولا كاين شي حاجه اخرى، باقي ما عطيناش النقاش في المحكمه باش نقولوا حتى النيابه العامه شنو كتقول، وحتى باش نقول لكم يعني خصني نوصل شي حاجه اللي هي كاينه، واللي كاين دابا في المحكمه غير التاجيل. عارفه انت باش متابع واد العام بالضبط، واش عنده القتل العام ولا عنده تكوين عصابه، وما فين هما الاطراف الاخرى؟ ما عندوش تكوين عصابه، عنده قتل العمد واضرام النار وتشويه الجثث، يعني هاد الجثث قبل ما يتم الاضرام النار فيهم كان التشويه ديالهم، يعني كانوا مضروبين، كانوا معذبين كما كنقولوا حنا. حنا الا وقف عليك غير واحد في الطريق راه قلبك تيبغي يسكت، فما بالك هما الا ما عرفتش انا المنظر اللي شافوه قدامه كي داير. كسؤال اخير في الدول اللي عندي معاك، هو بحكم الاطلاع ديال العائله على حيثيه القضيه دابا، انطلاقا من هذا العام اللي باقي عندكم معاه، انطلاقا من الخاله ديالك يعني من جهه ماماك الله يرحمها، هاد الناس كلهم اللي يكونوا الصوره، شنو تيعطيوك في هادشي اللي سمعوه؟ كيفاش كيشوفوا هاد الواقعه وهاد الاوديو وهاد الكلام والاعتقال ديال حنا؟ عائله عندنا خالتنا، صافي خالتي، خالاتي زعما هكا من عائله ماما، اما الشيء الاخر ما كاين حتى شي واحد يسولنا علاش ولا فين مشى ولا شنو وقع، ولا يعني عمتي يا ولاد تجي تقول لي فين وصل هادشي، ولا لا راه ما يديرهاش ها علاش. حنا هادشي كنا كناقشوه مع خالاتنا صافي،
مي ملي قرينا هذاك الملف ملي طالعنا عليه صافي، حتى خالاتي قال لك صافي راه يعني ما بقاتش شي حاجه اخرى غنقلبوا عليها. حتى كنوصلوا ملي كنبقاو نتناقشوا كنوصلوا للفكره ديال علاش خلاو هاد الناس كاملين ومشاو حتى لاسبانيا. يعني دار الامن دار بزاف، جاب بزاف الناس، عدد كبير 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 بزاف، لان خدم باش يجيب ناس ويدير معاهم لونكيت، وهذا راه ماشي سهله. 225 واحد ولا 52 واحد ولا بالضبط ما عرفتش، ما عقلتش شحال باش يديروا معاهم هما ويخليوهم كاملين وغيمشيو لعند واحد في تال اسبانيا ويقولوا له انت اللي درتي. كتكون شويه كيبقى بان اللي قال المخزن هي اللي كاينه، الاداره الامنيه اللي كاينه. هذا فيما يخص تتبع ديال الملف في اطار القانون ديالو، بقى عندي سؤال. فقدتي الام والاب، فقدتي الاخ ديالك والزوجه ديالو وجوج وليدات صغار. المعلومات اللي عندي انه الخاله ديالك مسكينه هي تشللات، كانت دازت معايا في واحد الفيديو اعتقد حوالي 3 سنوات، روات معايا الوضع ديال الصحي ديالها مسكينه ليس على ما يرام. كيفاش داير العائله ده من مخلفات هذه الكارثه؟ كل شيء منهار اصلا، يعني ماشي ست ناس اللي مشاو، حنا اللي بقينا، حتى حنا موراهم مشينا. احنا انا كنتعاطى الدواء ديال الطبيب النفساني باش نقدر نخدم ونقابل ولادي. وهذا خالتي جاتها دابا، هذه الجلطه الثانيه اللي كتجيها في الدماغ، جلطه دماغيه، لان تتبقى جالسه دابا ما بقاتش كتنعس، ما كيجيهاش النعاس، كتبقى ديما كتفكر ديما. اصلا ملي كتمشي للمقبره هي ديما كتعيط على بابا، لانه كان كيسمع لها وكيحل معاها المشاكل ديالها وعلى ماما. حنا بقينا منهارين، وابار حنا ما بقيناش، انا ما بقيتش نلقى فينا نمشي اولا فينا ندي ولادي، لا عطله ولا كونجي ديال الخدمه ولا حتى شي حاجه. يعني الباب اللي كان محلول عندي تسد، ما كنلقاش عند من نمشي. فين غندي ولادي؟ ما كاينش فين غنهز ولادي حتى انا وغنقول راه بغيت نمشي، ما كاينش صافي، ما بقى حتى حاجه. هنا تبادر الذهن ديالي سؤال اخر، هذاك الاوديو اللي خرج من عند عمك بين قوسين اللي هو معتقل، لمن عطاه؟ عطاه لولد خوه. ولد خوه فين هو؟ كيحضر معنا الجلسه، وهذا هو اللي ما فهمتوش انا. يعني انا ما قريتش القانون وما كنعرفش بزاف في القانون، ولكن انا كنعرف بان التستر على الجريمه هو جريمه. يعني انا عيطت وقلت لك مثلا غندير وغندير وغندير وغندير، وانت سكتي. يعني على الاقل كنتي تجي تقول له عمي راه خوك راه خاطرو خاسر منك ولا هذا ولا هذا، حاولوا شوفوا كيفاش تصلحوا. يعني هادشي اللي تنقول انايا، حاولوا كيفاش تصلحوا، يعني ما نشداش عندي ونخليها. وحتى ملي بدا التحقيق ما قال لهم لا انا ما عنديش مشكل مع عمامي، انا ما عنديش مشكل مع عمي. ولكن هذا الاوديو ملي سمعوه شنو دار هو؟ ما دار حتى شي حاجه، سمعوه صافي ما دار حتى شي حاجه، ما دارها. ولحد الساعه ما تيدير حتى شي حاجه، حتى ملي بدا التحقيقات ما دار حتى شي حاجه، ما قالش راه ورا قال لي، ولكن انا ما قلتش راه غادي يديرها. لا صافي سمعت الاوديو، تناقش هو وياه، هضر هو وياه، هذا قال وهذا قال، وخلاها عنده صافي وسكت. وكيحضر معنا دابا الجلسه، لان القاضي كيطلبوا باش يحضر، كيحضر معنا الجلسات. ضراتني بزاف هي هاد الجلسه هادي، كنت كنتسنى بات مرات خويا، يعني غيكون سند لينا وغيجي. وهو بفمه قال انا عطيت القضيه، قال الزوج ديالي انا عطيت القضيه للمحامي وغادي نحضر باش ندافع على حق البنت ديالي. حتى كنتفاجئ به في المحكمه كيعطي هذا تنازل، كيعطي التنازل، كيقول انا صافي تنازلت على حق بنتي. هي بصح هذاك حق بنت وشغل هذاك، ولكن جات صعيبه بزاف حيت ماشي متالية هي عاديه باش غادي نتنازلوا حنايا، ماشي قضيه اللي عاديه ضربات طوموبيل على غفله وصافي وتنازل. تكرفصات عاد ماتت، كلهم تكرفصوا عاد ماتوا، اي الروح كيديها الله وكيبقى داكشي. ولكن انا عندي تكرفصوا، انا ديما كنتفكرهم انهم مكرفصين، ماتوا مكرفصين، تكرفصوا عاد ماتوا. هادشي انا ديما معايا، عايش معايا ديما، انا والديا وخويا. خويا كان في بلاصه، واخا هو الصغير عندنا كان بلاصه بانا، كان يسول علينا حنين فينا، كيقابلنا كاملين حتى هو مشى. شحال ديال الخوت عندك؟ حنا 4، جوج بنات وجوج ولاد، مات واحد وبقينا حنا جوج بنات وولد واحد، بقينا 3.
حنا اللي بقينا. هادشي اللي وضع صعب والله العظيم، في لحظة من اللحظات يمشي الأب ويمشي الأم، كيفاش كتقاومي دابا الطب النفسي؟ ما كنقاوموش، حين صبرت باش نقاوم، وكان دابا كنشرب الدواء، تبع مع طبيب نفساني كنشرب الدواء باش نقدر، حيت وليت كنتعصب بزاف وهادشي ما كيجينيش النعاس، حيت كيجيو قدامي كيفاش دخلوا عليهم، كنقول كيفاش داروا لهم، كانوا كيرغبوهم وما استجبوش ليهم. ماما كانت كتاكل العصا وهي كتقلب كيفاش كل غادي يعتقها وتتغوت عتقوني، ومرات خويا حتى هي، حيت كتبقى مرات خويا واخا هو يتنازل على حقها، انا ما كتبقى مرات خويا حتى هي كلات العصا وتكرفصات بزاف. وخويا مسكين شوف قاوم ولكن ما قدرش هكا، وعاد في الاخر تشدهم وتحرقهم شي حاجه اللي هما ماتوا، تكرفصوا وماتوا، علاش تجمعهم وتحرقهم؟ دري ديال 5 سنين تشعل فيه العافيه وتبقى تاكل فيه العافيه حتى ما يبقى فيه حتى شي حاجه، علاش؟ شنو دار؟ ولا شنو دار؟ على ورث، على ارض، شحال كتسوى هاد الارض؟ 500 مليون، 600، 700، 800، عندك حقك فيها وهو عنده حقه فيها والاخر عنده حقه فيها، كل واحد عنده الحق ديالو فيها. يا هو شنو غيستافد؟ حنا خسرنا كلشي، حنا خسرنا كلشي، خسرنا، انا بالنسبه لي خسرت اللي مورايا واللي قدامي، مابقاش عندي شي حاجه اللي غادي نخسر عليها ونمرض عليها ونتعصب عليها، صافي مابقاش نتحكم في راسي، يعني اي واحد غنقدر نوصل معاه لشي نيفو اللي ما نعرف، ما نعرف شنو كنقول، والله ياخذ الحق، انا بغيت غير حقي. الله يبين الحق يا ربي، الله يبين الحق. وكنشكرك والله العظيم، عطيتيني يعني معلومات في الموضوع مشاهدينا الكرام. هذه هي القصه ديال فاجئه سالا، بطريقه مختصره نقاط مهمه في الموضوع. فاجئه وقعت بسالا، 6 ديال النفوس مشاو عند الله، اسباب ومسببات الواقعه، لا زال الملف في اطار الجلسات، يلا البدايه ديالو غيدخل في اطار المناقشه، ما كتبش اننا نحضروا في الجلسه قبل باش نعرفوا حيثيات القضيه. كاينين ساده محامون اللي كينوبوا العائله اللي مشات عند رب العالمين، ويبقى لنا الجانب الثاني هو العم ديالها اللي هو معتقل يعني كنقولوا معتقل بريء او فلان بريء حتى تثبت الادانه ديالو. شوف القانون شنو غادي يقول. مشاهدينا الكرام، قصه صعبه، طريقه باش ماتوا هاد الستة، وتشويه بهاد الطريقه، علامات استفهام، العام موضوع النقاش الاوديو. شوف النيابه العامه والسيد قاضي التحقيق والقناعه المهنيه والشخصيه ديالو، دار صك الاتهام، القضاء هو صاحب القرار في الاخير. مشاهدينا الكرام، استاذه زينب كتدخل على الخط، ولكن ماشي مع العائلة ديال الضحية، مع ديال العم المعتقل، رفقتها أعتقد ليلى العماني اللي هي مستشارة قانونية. كان اتصال هاتفي بيني مع ليلى، هي اللي ردت بيا الاتصال، قالت لي عندي مجموعة من النقط في الموضوع، أنه كتشوف هي في التحليل ديالها العم بريء. مشاهدينا الكرام، هاد العائلة تطالب بالحق ولنا الثقة في القضاء لتبيان الحقيقة في الأخير، من هو الجاني ومن هو الضحية، ويبقى الحق للطرف الثاني اللي هي أستاذة زينب، وكيبقى ليلى اللي هما كيدافعوا على المتهم في الملف، أنه إذا كان لديه معطيات أخرى عكس ما تفضلت به الأستاذة أو الأخت أو الإبنة ديال العائلة، لأن كما قلنا لها صحيح، إذا قلنا الأخت خوها مات، إلا قلنا الإبنة والدها مشاو عند رب العالمين. 6 ديال النفوس ليس بالأمر هين. أستاذة زينب كتنوب المتهم، إذا كان لها معطيات أخرى فنحن نرى الإشارة للمناقشة في الموضوع لتنوي الرأي العام حول حيثيات القضية من الأول ديالها، ويبقى القضاء هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام، كنت تكلمت في فيديو السابق المادة 77 من قانون الصحافة والنشر، لنا الحق أن ننقل ما يروج وما يقع في الجلسات مع احتفاظ قرية البراءة وإدلاء بمعطيات صحيحة، يعني ما يكونش العكس فيما يروج في الجلسات. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع قضية فدوى اللي فقدت والديها وأخوها
وهي في وضع صعب والله العظيم الى كلام. كتقول لي انا كنعيش جثة بدون روح، لانه كطبع عن الطب النفسي، وفي اي لحظه كتخيل والديها وخوها ومرت خوها وليدات صغار. يعني كاين واحد وليد عنده شهرين ولد خوها، والاخت ديالها هي عندها وليد كان عنده في داك النهار هو مشى عند رب العائله، تشتت اسباب ومسببات الواقعه الى الثقه في القضاء المغربي اللي تبين الحقيقه في الاخير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.